خبر مهم جدا عايزين نقوله، وده لسه في هذه اللحظات بخصوص استاد القاهرة والنادي الأهلي بالتحديد. أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تعاقد الأهلي رسميا مع هيئة استاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والأفريقية خلال الفترة القادمة. خبر مفرح ومميز جدا جدا جدا. نكمل الخبر الأول. وقال مرجان أن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة منذ فترة في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم طبعا بطولة الأمم الأفريقية، وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظم وآمن للغاية. وأضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة والعرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة. وأكد أن المدير أو أكد المدير التنفيذي للأهلي على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل احتياج النادي الأهلي طبعا للتواجد في هذه أو في هذا الملعب، والاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة. وده شيء طبعا مهم جدا واحنا اتكلمنا فيه في بداية الحلقة. وأشار مرجان إلى تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الاستاد والتي أبدت تعاونا كبيرا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن تمت مخاطبتها في هذا الشأن. خبر مهم قوي وخبر مميز جدا جدا، لأن خلاص بقى تعبنا من موضوع ان النادي الاهلي يروح برج العرب اخر الدنيا عشان يلعب ماتش في افريقيا او ماتش في الدوري وكلام من ده. الملعب الرئيسي يا جماعه دايما للانديه الكبيره، اهلي زمالك بالتحديد النادي الاهلي، هو استاد القاهره. وحشنا جدا مباريات النادي الاهلي على استاد القاهره. خبر في الحقيقه مفرح جدا ومجهود رائع، ولازم نقول كده مجهود رائع من اداره النادي الاهلي بالتواصل مع هيئه استاد القاهره اللواء علي درويش طبعا رئيس هذه الهيئه، ومدى امكانيه النادي الاهلي يلعب مبارياته بشكل رسمي. خلاص النادي الاهلي هيلعب مبارياته على استاد القاهره، وده خبر مهم جدا ومفرح لكل الجماهير الاهلاويه، وبالتالي كمان مفرح للجهاز الفني وللاعبين كمان، ان هم بيعانوا كتير جدا جدا من الاجهاد اللي بيكون ناتج عن السفر لاسكندريه لبرج العرب، وانك تلعب مبارياتك هناك وكلام من ده. مهم قوي ان انت تستغل استاد القاهره في مبارياتك المحليه، والاهم كمان في مبارياتك الافريقيه، لان استاد القاهره في الحقيقه هو استاد الرعب. خبر مهم جدا قلناه لحضراتكم. طيب